أرحب بضيفي من دبي عبر تطبيق زوم السيد أيمن عيتاني الخبير في تكنولوجيا المعلومات والاستراتيجية التقنية. أهلا بك أيمن معنا لليوم في ألوان الشرق. ما القصة؟ فيسبوك يعلن وقف خدمات الأخبار عن منصته داخل أستراليا بحيث لا يمكن لأي مستخدم مشاركة روابط الأخبار من المواقع الأسترالية على المنصة. نعلم أن القصة لها تاريخ زمني تسلسلي إلى أن وصل لهذا القرار، لكن لماذا يصل الأمر لهذا الحد وقرار الحجم؟ هلا هذه يعني اللي وصلنا نحن اليوم 2021 بلش بالتسعينات لما بوجود الانترنت وكل هالجرايد والتلفزيونات كلها عم تتاثر بموضوع الانترنت، ودائما في حكي دور مين، يعني دور المؤسسات الاعلاميه، دور الدوله، دور المؤسسات التقنيه مثل جوجل وفيسبوك. دائما في تداول وحكي على سنوات وسنوات. سنة 2021 قررت أستراليا أنه تشرع قوانين لتحمي هذه المؤسسات وتقول نحن من هلأ ورايح إذا مؤسسات مثل فيسبوك أو جوجل حتى هني من ضمن هذا المشروع، إذا هني بدهم يكون في مضمون من هذه المؤسسات الأخبارية موجود عليها بدها تدفع هالمؤسسات فلوس يعني لمصادر هذه الأخبار. وهي لما أخذت هذا الموقف لعبت دور كبير بموضوع صار له فوق 30 سنة عم ينحكى فيه. طيب كيف يمكن أن تتغلب الحكومة الأسترالية الآن وتعوض الخسارة الكبيرة التي حصلت عليها بحسب المواقع الأسترالية الإخبارية التي تم حجبها بعد قرار فيسبوك؟ خسارة كبيرة. الحكومة الأسترالية عم تشتغل على المدى الطويل، يعني بدها تقدر تحط قانون لحتى ترفع وتشغل من مؤسساتها الإعلامية ليكون في لها مردود كتير كبير. وليش هيدا مهم هلأ دوره هديل؟ لأنه في كتير بلدان تاني عم بتراقب الموضوع كتير منيح، لأنه إذا نجحت أستراليا بالموضوع كندا حكت من هلأ بدها تعمل فيها، في كمان حكي عن غير بلدان، فهون بيكون في خوف كيف تكبر. يعني كتير لن يقف الأمر عند أستراليا فقط. وصحيح، وكمان كيف فيسبوك كمان لعبت هيدي اللعبة، كمان جوجل بتقول أنا كمان بدي ألعب هاللعبة، وبكرة يوتيوب وغيرها. يعني فهون معقول تكبر على الجهتين، منشان هيك بتلاقي عندك دول عم بتراقب وعندك مؤسسات تجارية كمان عم بتراقب. كان لافت أيضا بحسب التقرير أن رئيس الوزراء الأسترالي أكد أن العالم يظهر تأييدا واسعا لقانون أستراليا بعد مناقشته مع بعض المسؤولين الأوروبيين. هل نعتبر أن هذا تأكيد على كلامك أيمن أنه سيكون هنالك دول أخرى ممكن أن تتخذ موقفا من فيسبوك، أو ممكن فيسبوك تقوم بنفس الخطوات مع دول أوروبية أخرى؟ هلا هدي أنا بدي ألفت النظر، يعني دائما بهذه المشاكل دائما في عنا حكي بالإعلام وفي حكي يعني الناس يعني الشغل اللي عم يصير. هلا نحن يعني بالإعلام عم يحكوا ضد بعض هذه المؤسسات، بس يعني وراء الأبواب المغلوقة عم يحكوا كل يوم وعم يجربوا يلاقوا طريقة لحتى يحلوها. فبتلاقي في عندك شقين، فنحن خلينا نحن نركز على اللي عم يصير على الأرض اللي عم نحكي فيها. فيسبوك عم تعمل مجهود كتير كبير تلاقي حل الموضوع، جوجل كمان سؤال. والمؤسسات كمان مستحكمين بأستراليا كمان نفس الشيء، فعم يشتغلوا لحل. نتحدث عن فيسبوك كموقع تواصل اجتماعي، نعم هو يتربع على رأس المواقع التواصل ولديه شعبية كبيرة وقاعدة أيضا، ولكن هنالك في المقابل حكومات ودول يتعامل معها. إلى أي مدى فيسبوك أيمن قادر على إدارة هذه الأزمات؟ هو بالاخر بنرجع لموضوع مصاري، يعني مثلا جوجل كمان عندها نفس المشكله هون، وفيسبوك نفس الشيء، بس بتلاقي يعني سوق الاسترالي صغير، يعني تحت 3% من مردودهم. فيهم يسكروا اليوم، بس هني ما قالوا مصلحة يسكروا اليوم، لانه في كندا في اوروبا كلها، يعني هذا اذا كبرت بتصير بتاثر عليهم. فمنشان هيك حتى لو هن كبار بدهم ينتبهوا على اذا يكون في صوابق ام لا. إلى أي مدى فيسبوك بحد ذاتها، يعني لنقف عند فيسبوك، هي تشكل وكأنها تتحكم بكل هؤلاء الدول تكنولوجيا على مواقع التواصل؟ بس هني فيسبوك عندهم ضمن فيسبوك عندهم عدد كبير من الأشخاص يلي كل يوم بيشتغل مع مؤسسات الإعلامية من قبل هذه المشاكل ليلاقي حلول. فهني مزبوط كتير كبار وعندهم مردود هائل من الدعايات من المضمون الموجود، بس هني واقعيين وعم يشتغلوا على الأرض لحتى يلاقوا حلول يلي بتناسب الطرفين. والحل ما حيجي هلأ هديل، بده أشهر، لأنه هذه ونين. ماذا نتوقع لحل هذه الأزمة؟ هنالك أيضا مفاوضات حاليا بين وزير الخزانة الأسترالي ومارك زوكربيرغ للوصول إلى حل، ما المتوقع أيمن؟ رح يكون في اتجاه مثل ما وصل جوجل لحل بالنص،
اللي عملته جوجل، عملت قسم من أخبارها خلت فيها المؤسسات العالمية تكون موجودة عليه ويكون عندها مردود لثلاث سنين فوق المليار دولار. فحيكون فيسبوك اتجاهها حيكون حيلاقوا حل بالنص يلي بيسمح لهذه المؤسسات التجارية انه يكون في مردود واصل لهذه المؤسسات العالمية من ضمن هذا الموضوع. هيك ساعتها الدولة الأسترالية اجاها يلي بدها اياه اللي هي تحمي مؤسساتها التجارية ويكون في لها مردود مالي، وكمان فيسبوك حمت انه الموضوع يكون في المعلومات والمستخدمين من أستراليا وغير بلدان موجودين على منصة. بحسب فيسبوك وجدت أن الناشرين الأستراليين يستفيدوا أكثر مما يستفيد فيسبوك. ما سبب حرص الحكومة الأسترالية على استمرار فيسبوك داخل أستراليا حتى بعد فرض الحظر ولا تتجه إلى حلول خارج فيسبوك؟ هو فيسبوك لأنه هدي الفيسبوك عالم فيسبوك اسم الله يعني، بس نحكي فيسبوك عم نحكي نحن عالم فيسبوك كبيرة. التطبيق الأزرق إنستغرام وواتساب، فما يعني إذا هول يعني المشكلة أيضا مرتبطة بكل التطبيقات ليس فقط الموقع. صحيح فيسبوك إنستغرام واتساب صحيح. بناء عليه إذن يجب أن تحل المشكلة مع فيسبوك حتى تجد أستراليا كل الحلول على باقي المواقع. طيب أيمن، الباور أوف سوشيال ميديا داخل أستراليا إذا ما قسناه بالنسبة للدول الأخرى، إلى أي مدى هنالك قوة لمواقع التواصل الاجتماعي داخل أستراليا أيضا يعني كالولايات المتحدة إذا ما صح التعبير أو كان مثالا؟ الولايات المتحدة هنالك تحكم كبير للسوشيال ميديا فيها، ماذا عن أستراليا وحجم التأثير للسوشيال ميديا فيها؟ بكل بلاد هذه وخاصة أستراليا ما في مهرب يعني من الإعلام الاجتماعي على صعيد يومي، عم بيكون في يوميا صبح والمساء والظهر كلنا عم نشتغل عليها، وأستراليا يعني منا غير هالموضوع. منشان هيك كل هالتغييرات اللي بتصير هلأ هون بتأثر على كل الناس في أستراليا. طيب هنالك اتهامات كانت طالت فيسبوك وهي بالأمس تحديدا بتضخيم عدد جمهورها لزيادة العائدات، هل هذه الأزمة ستزيد من أزمات فيسبوك؟ هلأ فيسبوك بآخر سنتين عم يوصفوا كتير محامية لأنه عم يكون في عندهم إشكاليات معينة بكذا بلد، وهذه الإشكاليات تتضمن بده يكون في يعني قوانين بدها تكون موجودة، فبده يكون في عندها ناس ضمنيا قدراني أنه تواكب هذه التغييرات اللي عم بتصير. وهني فيسبوك بحجمهم وكبرهم ويعين كتير لشو بيقدروا يعملوا وشو ما بيقدروا يعملوا، خاصة هلأ يعني مثلا يعني مشاكل واتساب اللي صارت مش من زمان عرفت فيسبوك شو تعمل فيها وعم يشتغل عليها شوي. نعم، أشكرك جزيل الشكر دائما لك، مرور مميز. كنت معنا أيمن عيتاني الخبير في تكنولوجيا المعلومات والاستراتيجية التقنية عبر تطبيق زوم من دبي، شكرا جزيلا لك.